قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالسادة الحضور الكل في الندوة هذه، نفتتحها على بركة الله مع سي محمد النوري رئيس المجلس التونسي للمالية الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى الكريم. مرحبا بكم جميعا واهلا وسهلا في هذه الفرصه الطيبه ان شاء الله. ورحب اولا بالسيده عزيه العبيدي النائبه الاولى لرئيس المجلس الوطني التاسيسي على هذا الحضور، ورحب ايضا بالسيد سليم بسباس كاتب الدوله للماليه بوزاره الماليه، وارحب بجميع الاخوه والاخوات والضيوف الكرام في هذه المناسبه الاولى التي يعقدها المجلس التونسي للماليه الاسلاميه في هذه المرحله الهامه من تاريخ بلادنا. تشهد بلادنا تونس بعد الثوره نقله حقيقيه على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي اليوم بأمس الحاجة لدفعة قوية في المجال المالي لسد الفجوة التمويلية التي تزايدت بشكل ملحوظ في السنة المنصرمة من جراء تعطل الإنتاج والاستثمار وتنامي المطلبية الاجتماعية وتراجع النمو. وقد عبرت تونس عن رغبتها في الانفتاح على أدوات الصناعة المالية الإسلامية، التي هذه الصناعة التي أصبحت تستقطب اهتماماً إقليمياً ودولياً واسعاً، وحرصها على توفير الأرضية الملائمة لنشاط المصارف الإسلامية وصناديق الاستثمار الإسلامية وتداول منتجات الصكوك الإسلامية وتطوير مختلف المنتجات المالية الإسلامية في السوق التونسية. وفي هذا الإطار تشكل المسألة القانونية والتشريعية الهاجس الرئيسي الذي يحتاج إلى معالجة منهجية سليمة وصائبة لتفادي الأخطاء والمصاعب والإشكاليات المتعددة التي اعترضتها معظم التجارب الأخرى في العالم في مجال المالية الإسلامية، وأدت إلى العديد من إضاعة الفرص وهدر الطاقات والأموال والأوقات في سبيل التوصل إلى أفضل السبل للتعاطي مع هذه الصناعة المالية الناشئة والمتنامية في أغلب أقطار العالم. ويتلخص السؤال أيها الأخوة والأخوات في هذا الجانب تحديداً في رسم الإطار التشريعي الملائم لإدماج المنتجات المالية الإسلامية من خلال التوضح سلفاً والحسم بين مختلف الخيارات والتجارب والتطبيقات الموجودة على الساحة الدولية، سواء تلك التي انتهجت خيار الإطار القانوني الخاص بالمالية الإسلامية أو تلك التي اختارت تخصيص بند أو فصل قانوني ضمن القانون السائد، أو تلك التي اختصرت على عملية تسكين المنتجات المالية الإسلامية في نفس الإطار القانوني للمنتجات التقليدية المعمول بها، أي التعامل القانوني والضريبي بنفس الدرجة بين كل المنتجات والأدوات. ومن البديهي أن لكل من هذه المناهج والخيارات إيجابياته وسلبياته وعوامل نجاحه أو تعثره حسب الأوضاع والبيئات والتشريعات. وبالتالي ف
فإن عملية الاختيار تحتاج ولا شك إلى التوقف عند كل تلك التجارب والتطبيقات وتحديد مواطن الإيجابية والسلبية وسبل الملائمة مع الوضع المحلي لتجنب تكرار أخطاء الآخرين والاستفادة المثلى من نجاحاتهم. وفي هذا السياق فإن المجلس التونسي للمالية الإسلامية كوفيد بوصفه جمعية علمية ناشئة ومنظمة غير حكومية تهدف إلى المساهمة والمساعدة في تطوير هذه الصناعة المالية الإسلامية ومنتجاتها في السوق التونسية والإقليمية أيضاً، والبحث عن سبل الاستفادة منها لدعم الاقتصاد الوطني بدءاً بالعمل على إيجاد الآليات المناسبة لإدماج هذه الصناعة في المنظومة المالية، ويعتبر من الأولوية القصوى أن الأولوية القصوى تكمن في الإجابة عن هذا السؤال التشريعي والقانوني الذي هو المدخل الرئيس لإنجاح عملية التعاطي مع أدوات الصناعة المالية الإسلامية والاستفادة منها بالشكل المطلوب وبالكفاءة المنشودة. من أجل ذلك تنعقد هذه الندوة المباركة، وهي أولى أو باكورة نشاط المجلس التونسي للمالية الإسلامية المبرمجة مستقبلاً بإذن الله في إطار نشاطات أخرى، وتدور على لتناول أو تتمحور حول هذا المحور المنهجي الهام الذي نحتاج إليه جميعاً، وتحتاج إليه كافة المؤسسات العامة والخاصة من بنوك وإدارة إشرافية ومؤسسات تمويل وصناديق استثمار وشركات تأمين وسوق مال، بالإضافة إلى كافة المستثمرين ورجال الأعمال ومؤسسات الخدمات المالية بشتى أصنافها. إذن هذه الندوة هي ندوة متخصصة هادفة تريد أن تعالج إشكالية موجودة في الساحة الوطنية الآن، والسلطة الرسمية والوزارة المالية والمجلس الوطني التأسيسي هو بصدد الاستعداد لبحث هذا السؤال المنهجي. أردنا من خلال عقد هذه الندوة أن نساعد هذه السلطة وهذه الجهات على التفكير في أفضل السبل والمنظومة الملائمة للوضع التونسي بالاستفادة من تجارب أخرى موجودة من الأردن، من سوريا، من الكويت، من الإمارات، من ماليزيا، من بريطانيا، من كل هذه الدول التي سجلت نجاحات على صعيد الصناعة المالية الإسلامية. نريد من خلال هذه الساعات القليلة التي سنمضيها معاً إن شاء الله أن نستخرج الإيجابيات وعوامل النجاح، وأن ننتبه إلى الأخطاء أو العثرات أو عوامل الإرباك، وأن نبدأ من حيث انتهى الآخرون ولا نبدأ من حيث بدأ الآخرون. نشكركم جميعا مجددا على هذا الحضور الفاعل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى أن نهتدي وأن نتوفق في نهاية هذه الندوة إلى الخروج بخلاصات وبتوصيات عملية نساعد بها الجهات الرسمية في هذا المجال. وبارك الله فيكم وشكرا جزيلا. أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة الأخت الفاضلة محرزية العبيدي النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي، سعادة الأستاذ سليم بسباس كاتب الدولة للمالية، السادة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الحاضرين، الإخوة والأخوات، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني في البداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للإخوة في المجلس التونسي للمالية الإسلامية على تنظيمهم هذه الندوة المباركة، وعلى حسن اختيارهم لموضوعها الذي يعالج مسألة بناء منظومة قانونية وتشريعية للمالية الإسلامية ملائمة للوضع التونسي. وقد سعدت لما تضمنه برنامج الندوة من معالجة شاملة لمختلف قطاعات المالية الإسلامية من بنوك إسلامية وشركات تأمين تكافلي وصكوك إسلامية وصناديق استثمار إسلامية وقطاع التمويل الأزهر. ونعلم جميعاً أن هذه القطاعات، قطاعات المالية الإسلامية المتنوعة والمؤسسات المكونة لها
بدأت تدريجيا منذ الربع الأخير من القرن الماضي، واستمر تطورها بشكل ملحوظ على مختلف الأصعدة، وقد قامت كلها على فلسفة ومبادئ تميزها وتحدد هويتها. فهذه القطاعات تتكون من مؤسسات ترفع أولاً راية الالتزام الأخلاقي، الالتزام بالمبادئ الأخلاقية في استثماراتها ومعاملاتها. وهذه المؤسسات ثانياً تقوم على قاعدة جوهرية، قاعدة أساسية، قاعدة الغنم بالغنم، وهذه قاعدة تحقق التوازن العادل بين الأطراف المتعاملة والمتعاقدة، وتمنع سيادة الأنانية الفردية وانتشار الوساطة المالية المجردة التي لا تقدم أي قيمة مضافة للمجتمع. وهذه المؤسسات ثالثاً تعمل على تحقيق أعمار الأرض والمساهمة في تنمية المجتمع وتقدمه الاقتصادي والاجتماعي من خلال ربط الحركة النقدية بالحركة الاقتصادية وارتباط عملياتها ومعاملاتها بإنتاج وتداول الحقيقي للسلع والخدمات. هذه الخصائص المميزة للمالية الإسلامية بكل قطاعاتها تستمد جذورها من مرجعيتها إلى الشريعة الإسلامية وإلى الفقه الإسلامي، وقد استطاعت أن تنتج لنا عقوداً ومنتجات وآليات جديدة مبتكرة ومتنوعة ومتأصلة. وساهمت هذه الآليات والمنتجات بقيمة مضافة في الأسواق المالية العالمية. بلا شك بداية المالية الإسلامية كما تعلمون لم تكن سهلة، فقد واجهت منذ ولادتها نموذج تقليدي متجذر عبر قرون، له الأطر القانونية المنظمة، وله المؤسسات الرقابية والإشرافية الحامية والراعية. وقد سعت التجربة المالية الإسلامية منذ نشأتها إلى البحث عن مداخل لها للتعبير عن وجودها، كما سعت باستمرار للحصول على الاعتراف القانوني والرسمي، إلا أن بداية تأسيسها كان مبني أساساً من خلال إصدار تراخيص خاصة وموافقات وأوامر استثنائية. واستمر ظهور المؤسسات المالية الإسلامية بهذا الشكل مع حرصها الشديد والمتواصل لتثبيت موقعها ودورها ضمن هياكل الجهاز المالي أو المصرفي المحلي، وحرصها الكبير على خضوعها ومرجعيتها إلى الرقابة المالية المركزية، وكذلك تفاعلها مع القوانين والتشريعات والأنظمة السائدة على الرغم من عدم ملائمتها بالكامل لطبيعة نشاطها وخصائص أعمالها. ومع مرور الزمن وانتشار العمل المصرفي الإسلامي والمالي الإسلامي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وأمام النجاحات المتحققة لهذه الصناعة والتطور المذهل في حجمها وفي نتائجها وإنجازاتها، ونظرا أيضا لازدياد المعرفة والفهم بنشاطها من قبل مختلف شرائح المجتمع ولا سيما الجهات التشريعية والإشرافية، ونتيجة كل ذلك انتقلت الصناعة المالية الإسلامية إلى مرحلة التقنين، فظهرت التشريعات الأولى المبادرة في كل من ماليزيا وتركيا وإيران في أوائل الثمانينات 1983، ثم تتالت هذه التشريعات حتى شملت ما يزيد عن 30 دولة. ومنذ سنة 2000 نرى أنه في كل سنة لا تكاد تمر سنة إلا ونسمع بأن دولة جديدة قامت بإصدار قانون ينظم العمل المصرفي والمالي في بلادها. وأصبحت في السنوات الأخيرة نرى تنافس شديد دولي لاستقطاب المصرفية والمالية الإسلامية من خلال توفير أفضل التشريعات المساندة لهذا القطاع. اليوم تونس بعد الثورة هي في أمس الحاجة إلى تطوير منظومتها المالية والمصرفية، وهي في أمس الحاجة إلى تنويع آليات التمويل والاستثمار، وهي في أمس الحاجة إلى الانفتاح على أدوات المالية الإسلامية بما يساهم في مواجهة تحديات النمو وتحقيق التنمية ودفع حركة الإنتاج والاستثمار. وهنا لا بد أن نشير بالتوجه الرسمي إن كان على المستوى الحكومي أو على مستوى المجلس الوطني التأسيسي، حيث نشهد إرادة واضحة وحرص واضح ومنظم من أجل ليس فقط تطوير المالية الإسلامية وإصدار التشريعات المناسبة لتفعيلها في تونس، وإنما أيضا من أجل أن تكون تونس مركز مالي إسلامي إقليمي يكون لها الريادة في هذا المجال. ومن الطبيعي أن لا نبدأ من الصفر كما ذكر أخي من قبل، ومن الطبيعي أن نستفيد من التجارب التشريعية السابقة للمالية الإسلامية، وهذا في الحقيقة تحدي كبير. لماذا؟
صحيح هناك تجارب تشريعية كثيرة سابقة، وصحيح أن هناك قواسم مشتركة بينها، ولكن أيضا هي تجارب متفاوتة ومتباينة وتختلف عن بعضها البعض في جوانب خاصة مرتبطة بظروفها وبيئتها، وهذا يستدعي التوقف عند هذه التجارب لدراستها وتقييمها من أجل بناء منظومة ملائمة للوضع التونسي. وهذا هو شعار الندوة التي ينظمها اليوم المجلس التونسي للمالية الإسلامية، ويسعد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أن يكون داعماً ومنظماً له وداعماً لهذا التوجه المبارك. موضوعات جلسات الندوة كما ترون وكما ستلاحظون هي ثرية ومتنوعة، سواء من حيث الدول التي سيتم عرض تجاربها مثل ماليزيا وبريطانيا والأردن واليمن والسودان ولبنان وسوريا، تنوع كبير من حيث الدول، وأيضا هي ثرية ومتنوعة من حيث القطاعات، لأنها ستعالج الإطار التشريعي والقانوني الذي يشمل ليس فقط البنوك الإسلامية ولكن أيضا قطاع التأمين والصكوك الإسلامية والتمويل الأصغر. أنا لا أريد أن أستبق عروض الجلسات والمداولات والمناقشات في هذه الندوة التي ستكون مثرية هذه الندوة بإذن الله تعالى، ولكن اسمحوا لي فقط أن أشير إلى بعض الاتجاهات العامة والهامة التي يجب مراعاتها عند وضع التشريعات اللازمة لقطاعات المالية الإسلامية المختلفة. أهم هذه الاتجاهات التي أرجو أن يتم مراعاتها، أولاً مراعاة هذه التشريعات للطبيعة الخاصة المميزة لمنتجات وخدمات المالية الإسلامية وتخليصها من حالة الاضطرار المتواصل إلى التوافق مع الأنظمة والتشريعات والتعليمات المصرفية التي وضعت في الأساس لتلائم عمل المؤسسات التقليدية. ثانياً، وضع التشريعات المناسبة التي تمكن مؤسسات ومنتجات المالية الإسلامية من الانسجام أكثر مع طبيعة أهدافها وفلسفتها. هناك أمثلة كثيرة لا أريد أن أطيل فيها، وأعتقد أنها ستكون مركزة في المناقشات وفي الأوراق التي ستعرض. نقطة ثالثة يجب أيضاً مراعاتها، وهي ضرورة توفير البيئة التشريعية والرقابية والإشرافية المناسبة التي تمكن مؤسسات ومنتجات المالية الإسلامية من فرص متكافئة مع المؤسسات والمنتجات التقليدية حتى تستطيع، لأن المنظومة الزائدة هي يعني تخدم بشكل أساسي آليات لا تتوافق مع المبادئ والخصائص وطبيعة العمل المصرفي الإسلامي، فنحتاج إلى إيجاد البدائل المناسبة حتى نعطي فرص متكافئة أمام هذه المؤسسات. رابعاً، أعتقد أيضاً أن هذه المنظومات التشريعية لابد أن تنظر في منظومة الرقابة الشرعية التي أعتقد من الضروري أن تكون منظومة متكاملة على مستوى الدولة تشرف مركزياً على نشاط مختلف القطاعات المالية الإسلامية. أكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل، وفي الختام كلنا نتطلع أن تكون تونس في المستقبل القريب إطاراً، أن تكون في تونس إطار تشريعي متكامل يتلائم مع ظروفها ومع بيئتها وقادر على الارتقاء بها لتكون بإذن الله تعالى مركز استقطاب إسلامي بما يعزز مسيرة الريادة التي بدأت بثورتنا المباركة، ويحقق لمجتمعنا إن شاء الله التوازن والاستقرار الاقتصادي المنشود. أشكر لجميع الإخوة الحضور وجميع الإخوة المنظمين وجميع الإخوة الداعمين لهذه الندوة، وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور عزيز خوجة. سنحيل الكلمة إلى السيد ستيم سباس كاتب الدولة المالية. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد رئيس المجلس التونسي المالية الإسلامية، سيدتي النائبة الأولى مجلس الوطن التنسيسي، حضرات السادة ضيوف تونس الكرام، حضرات السيدات والسادة المحترمين، يسعدني أن أشرف اليوم على بركة الله على افتتاح الندوة الدولية حول التجارب التشريعية للمالية الإسلامية من أجل منظومة ملائمة للوضع التونسي. ويطيب لي في مستهل هذا اللقاء المتميز أن أخص
الترحال ضيوف تونس الأعزاء، متمنيا لهم طيب الإقامة ولأشغالهم التوفيق والنجاح. وأود بهذه المناسبة أن أعرب عن فائق تقديري لكل الهيئات التي ساهمت في تنظيم هذه الندوة، وبالخصوص كل من المجلس التونسي للمالية الإسلامية والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على اختيار موضوع التجارب التشريعية المالية الإسلامية. إن هذا اللقاء لا يمثل خير فضاء للوقوف على عمق حضور المالية الإسلامية في الاقتصاديات الحديثة وعلى التطورات المتسارعة التي تشهدها سواء من حيث الصناعة نفسها وما تقدمه من منتجات وآليات مبتكرة جديدة، أو من حيث تنوع الخيارات التشريعية لتنظيم ممارسة نشاط المالية أو التمويل الإسلامي. كما أن أمالنا كبيرة في الاستفادة من التجارب المقارنة وخبرات المختصين لإدماج الصناعة المالية الإسلامية في المنظومة المالية التونسية، مع المحافظة على معايير الكفاءة المالية والاقتصادية للمنتجات المالية وضمان سلامتها الشرعية. حضرات السيدات والسادة، إن تونس في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية دقيقة تجعل من الضروري بناء نموذج جديد ومنوال مبتكر للتنمية قادر على استخدام الموارد الإنتاجية بكفاءة عالية تساهم في بلورته جميع الأطراف المعنية من أفراد ومكونات المجتمع المدني من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستديمة والعادلة. ومن هنا تأتي الحاجة الملحة لإدماج الصناعة المالية الإسلامية في المنظومة المالية التونسية لتميزها بدرجة عالية من الأخلاقيات تجعل من أوكد وأهم أولوياتها تحقيق العدالة والكفاءة والنمو والاستقرار الاقتصادي دون الاقتصار على مجرد عمل الربحية وتعظيم المصالح الفردية دون الاقتصاد وتعظيم المصالح الفردية دون التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي. وهو ما أثبتته دراسة حول النظام المالي الإسلامي خلص فيها البنك الدولي إلى أن النظام المبني على المشاركة أكثر استقراراً وتوازناً من النظام المالي المبني على سعر الفائدة الذي يؤدي إلى اختلال التوازن بين المجال المالي والمجال الحقيقي. ولعل من اهتمام معظم دول ولا سيما الغربية منها بالمنتجات المالية الإسلامية لدليلا واضحا على نجاعة هذه الصناعة، ويظهر هذا الاهتمام من قبل المؤسسات المالية والحكومية والتعليمية، بل من قبل الأفراد خاصة المفكرين. وقد بلغ هذا الاهتمام مبلغه حين أعلن الفاتيكان في صحيفته الرسمية أنه يتوجب على البنوك الغربية أن تنظر إلى القواعد المالية الإسلامية بتمعن من أجل أن تستعيد الثقة وسط عملائها في خضم هذه الأزمة، يعني الأزمة المالية. من جهة أخرى فلا شك أن هذا الاهتمام تزايد بعد أن أثبتت التجربة العالمية أن الاحتكام إلى قواعد الشريعة الإسلامية في المعاملات الاقتصادية من شأنه أن يضع حداً للأزمات المتتالية التي هزت أسواق المال العالمية جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط بالمضاربات غير المشروعة واللجوء المتزايد إلى المشتقات المالية المركبة، حيث جاء في صحيفة الجورنال دي فينانس مقال لرئيس تحريرها رولان
لاسكين بعنوان هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟ حضرات السيدات والسادة، كل مؤشرات الآن تنبأ بآفاق نمو مستقبلية واعدة للصناعة المالية الإسلامية في كافة الأسواق العالمية، في كافة الأسواق المالية العالمية شرقية وغربية. تسعى هذه الأسواق إلى إطلاق منتجات إسلامية تحت مسميات متنوعة مثل التمويل الإسلامي أو التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية أو حتى التمويل البديل. وقد باتت معظم المصارف العالمية تمتلك إما شركات فرعية أو أقساما متخصصة بخدمات التمويل الإسلامي أو نوافذ إسلامية على غرار Union des Banques Suisses، HSBC Bank وCity Bank. كما أدرجت العديد من البلدان ضمن تشريعاتها بعض المنتجات المالية الإسلامية، تشهد غالبية الدول تعايش النظام الإسلامي والنظام التقليدي، لذلك نجد أن معظم الدول أصبحت تدرج ضمن قوانينها باباً أو فصلاً تحت عنوان المؤسسات المالية الإسلامية. ويسير في ضمن التنظيم القانوني للمالية الإسلامية في أربع اتجاهات: النظام الإسلامي الكامل مثل باكستان والسودان وإيران، ونظام الجمع بين التمويل التقليدي والتمويل الإسلامي ريجيم ميكس، بدأ العمل به في ماليزيا بالجمع بين هذين النظامين منذ سنة 1983 وفي تركيا سنة 1984، وعرفت البنوك الإسلامية في بادئ الأمر باسم بيوت التمويل الخاصة. وقامت بعض الدول الإسلامية التي لا توجد فيها نظام تمويل إسلامي والتي لا تخلو قوانينها من وجود أي تنظيم معين بإنشاء البنوك الإسلامية، بإنشاء بنوك إسلامية بموجب قانون خاص أو مرسوم لكل مصرف أو بنك ينشأ لممارسة مباشرة المعاملات الإسلامية، كما هو الحال بالنسبة لمصر، إذ تم تأسيس بنك فيصل الإسلامي بموجب قانون خاص سنة 1977، كما أنشئ في الأردن بموجب قانون خاص سنة 1978 البنك الإسلامي الأردني، وفي قطر بموجب مرسوم 1990 تأسس بنك قطر الدولي الإسلامي. وأخيرا النظام الإسلامي الخاضع للقوانين التقليدية، ومن ذلك المصرف الإسلامي الدولي في الدنمارك سنة 1983، حصل هذا المصرف على الترخيص لإنشاء فرع له في الدنمارك، إذ يباشر العمل المصرفي الإسلامي مع خضوعه للقوانين المصرفية التقليدية. يمكن أن نقيس هذا كذلك التجربة التونسية مع بنك البركة منذ سنة 1983، الذي أسس على أساس قانون يتعلق بمؤسسات المالية الغير مقيمة، وكذلك بالنسبة لبنك مصرف الزيتونة الذي أسس منذ سنة 1910 على أساس القانون العام المتعلق بالمؤسسات البنكية سنة 2001. حضرات السيدات والسادة، نذكر بأن التمويل الإسلامي ليس حديث العهد في تونس، بل كما أشرت يعود تاريخه إلى انطلاق نشاط بنك البركة سالف الذكر وكذلك بنك الزيتونة، غير أنه رغم بداية هذه التجربة التطبيقية في إطار القانون العام، لا يزال نصيب التمويل الإسلامي في تونس إلى حد الآن في حدود 2.2% من مجموع أصول البنوك التونسية، مقابل، وهذه النسبة تظهر زهيدة إذا كان قارناها بنسب أخرى في تجارب مقارنة مثل المملكة السعودية، أين يصل التمويل الإسلامي إلى نسبة 61% و42% في الإمارات العربية المتحدة.
كذلك ليس فقط على مستوى الحج، ولكن أيضا هذه التجربة تظل خجولة نظرا خاصة لعدم وجود الإطار القانوني المناسب، حيث تجاهل المشرع التونسي وجود المنتجات المالية الإسلامية وعدل عن التكييف القانوني للعقود التي تتعلق بمثل هذه المنتجات. حضرات السيدات والسادة، أمام تنالي الطلبات والاحتجاجات سواء في البنية الأساسية أو الاحتجاجات الاجتماعية التي تشكل تحديا كبيرا على مستوى المالية الإسلامية المالية العمومية، تبرز الحاجة إلى البحث عن مصادر جديدة لا تثقل مديونية الدولة، وهو ما استدعى حكومات ما بعد الثورة إلى الصناعة المالية الإسلامية الأهمية التي تستحقها، وذلك من خلال إرساء أحكام جبائية في أول قانون مالية بعد الثورة، أحكام جبائية لآلية التمويل الإسلامي بمقتضى قانون المالية لسنة 2012، والذي يعتبر لبنة أولى في اتجاه مشيت جلب الاستثمارات والمؤسسات المالية الإسلامية، وذلك أساساً بإزالة العوائق الجبائية التي تحول دون تطوير هذه المنظومة. ومع ذلك لا يزال الفراغ قائماً، حيث أن التأثير الجبائي لم يشمل إلا بعض عقود التمويل الإسلامي، ونحن نعلم بأن المالية الإسلامية هي منظومة أكثر شمول لأنها تخص قطاعات متعددة مثل الصكوك وصناديق الاستثمار وصناديق الوقف والزكاة والمعايير الشرعية إلى غير ذلك. لذلك ولسد هذا الفراغ وإيمانا منها بجدوى التمويل الإسلامي، تعمل الحكومة بكل مبدئية على تطوير المنظومة التشريعية بوضع إطار قانوني خاص بالتمويل الإسلامي ينظم المهنة ويجعل من تونس مركزا إقليميا للتمويل الإسلامي. وفي هذا الإطار لم نكتفي بالنوايا، وإنما منذ بداية عمل الحكومة قد تشكلت في إطار وزارة المالية لجنة وطنية تفرعت عنها لجان فنية مختصة تعنى بتطوير منظومة المالية الإسلامية. المجالات في مجمل مكوناتها من صيفة إسلامية وصناديق استثمار إسلامية وصناديق الوقف والزكاة وعقود المعاملات الإسلامية وإصدار الصكوك الإسلامية والبحث عن أفضل السبل لإدماج هذه المنتجات. وقد شرعت بعض مختلف اللجان الفنية في بلورة التصورات وانكبت على إعداد مشاريع القوانين، وذلك لإرساء الإطار الملائم لمزاولة نشاط التمويل الإسلامي انطلاقا من الأطر القانونية الجارية للعمل، واستئناسا بالتجارب المقارنة الناجحة في المجال، حيث وقد تقدمت أشواط عدة في أعمالها وفق منهجية اعتمدت خيارين. يتعلق الأول بتعديل القوانين الجارية للعمل، وترسانة القوانين المعنية كثيرة، منها مجلة الالتزامات والعقود، قوانين منظمة القطاع المالي في اتجاه دمج العقود والمعاملات المالية الإسلامية وآلية التمويل الإسلامي، صلب هذه القوانين مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا النشاط وضرورة إخضاعه إلى رقابة مالية ورقابة شرعية من خلال هيئة رقابة تضمن التأكد من مدى شرعية العمليات المالية. ويتعلق الخيار الثاني بإفراد التمويل الإسلامي
بتشريع خاص مع ما يقتضي ذلك من أحكام خصوصية. إذن التمويل الإسلامي في تونس قد انتقل من مرحلة التنظير الفقهي إلى مرحلة فقه التنزيل، وهذه أصعب مراحله، ولذلك فإن العملية ليست هينة، تتطلب الكثير من الجهد للتحري من عدم السقوط في بعض الأخطاء، باعتبار أننا في نفس الوقت حريصون على إرسال منظومة قانونية مستقرة لضمان كذلك الأمن القانوني. وسوف في هذا الصدد يمكن لقائكم هذا الذي أتى في وقته، يمكن خاصة أعضاء هذه اللجان الذين سعت الوزارة أن يكونوا بينكم اليوم، من الاطلاع على بعض التجارب المقارنة للاستئناس بها وإثراء عملها. ولذلك يكون مجال المالية الإسلامية في هذا الإطار مجال يجسم البعد التشاركي في صياغة المنظومة القانونية والمؤسساتية التي تتوخاها الحكومة بين كل من الجهات الحكومية والجهات الغير حكومية، من جمعية مدنية ومن خبراء مستقلين، وكل هذه الأطراف قد ساهمت مساهمة فعالة في معارضة عمل اللجان في سبيل إرسال هذه المنظومة المنشودة. حضرات السيدات والسادة، لا يسعني في الختام إلا أن أعبر مرة أخرى عن سعادتي بالمشاركة في هذه الندوة، مجددا الترحاب بالضيوف الكرام، وإنني واثق من أن إسهاماتكم المتميزة ستكون خير حافز لإثراء وتعميق الحوار والتفكير، مما يساهم في الارتقاء بآفاق المالية الإسلامية، متمنيا أن تسفر أعمالكم على توصيات عملية من شأنها أن تساهم في تطوير المالية الإسلامية في تونس، مما يجعل منها مركزا بالفعل مركزا إقليميا في هذا المجال. وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا السيد سيمبسباس كاتب الدولة المالية. أحيل كلمة إلى السيدة الحزيرة عندي النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي. السيد محمد النوري أو الدكتور محمد النوري ورئيس المجلس التونسي للمالية الإسلامية، السيدات والسادة أعضاء هذا المجلس، السيد كاتب الدولة المالية، زملائي في المجلس الوطني التأسيسي الموجودين معنا اليوم، السادة والسيدات الخبراء في المالية الإسلامية، السادة والسيدات الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أخفي عليكم حضور اليوم افتتاح هذا اليوم الدراسي، وأنا أعرف أنه دائما يكون يوم دراسي مليء بالتجارب ومليء أيضا بالأفكار الجديدة وفريء بالتكوين. حضور اليوم له طعم خاص، له طعم خاص، ولا أستطيع أن أقول فقط أنني سعيدة، بل أني فخورة بأن أكون معكم اليوم، وذلك أنني أولاً يربطني بميدان التمويل الإسلامي، وخاصة بالتجربة التي خاضها كثير من السادة والسيدات الذين أراهم اليوم، مثل السيد عزين خوجة، مثل السيد محمد النوري، مثل السيد عبد الستار الخويلدي في التمويل الإسلامي، التقت طرقنا من قبل، التقت تجاربنا من قبل، هم كخبراء في التمويل الإسلامي وأنا خبيرة في الترجمة الاقتصادية. لذلك ليست هذه أول مرة أحضر فيها مثل هذه اللقاءات المفيدة، ولكن كنت أحضرها بالصوت والآن أحضرها لأمثل المجلس الوطني التأسيسي. أول
هيئة لها شرعية، شرعية مستمدة من الانتخابات من الشعب التونسي بعد الثورة. وباسم المجلس الوطني التأسيسي وباسم رئيسه السيد مصطفى بن جعفر نقول لكم نحن أيضا فخورين بمثل هذه المبادرات التي تساهم ليس فقط في انتقال تونس على الصعيد الديمقراطي، بل في انتقالها أيضا على صعيد تحفيز الاقتصاد والنمو. إذن مثل هذه المبادرات هي ما نطلبها وما نتمنى أيضا أن نجد أنها تتكاثر في العدد وفي الجودة. إذن اليوم بصفتي أمثل هذا المجلس الوطني التأسيسي الذي كلفه الشعب التونسي بمهمات مختلفة، مهمة التأسيس، التأسيس لدستور جديد، إذن التأسيس لرؤية جديدة في الاقتصاد، رؤية تتيح وتسمح بأن تتوفر كل عوامل تحفيز الاقتصاد التونسي ليكون مثالاً يحتذى وليحقق أيضاً الكرامة للمواطن التونسي، لأن كرامة المواطن التونسي أيضاً لها هذا الجانب، الطلب أن يكون هناك عدالة اجتماعية وعدالة اقتصادية. ونرجو أن مثل هذه المبادرات وإدماج التمويل الإسلامي في بلدنا يكون حافز وعامل من عوامل تحقيق هذه الكرامة. ثم المجلس التأسيسي أيضاً الوطني التأسيسي له مهمة تشريعية، ولقد ذكر السيد كاتب الدولة المالية أننا بدأنا في هذه المهمة التشريعية بموافقتنا على قانون المالية الأول ثم قانون المالية التكميلي الذي يتضمن كل قانون فيهم إجراءات جبائية في التشريع الجبائي لتسهيل والبدء في بناء إطار لإدماج التمويل الإسلامي في تونس. وهذه أيضاً مهمة نود لكي نقوم بها كما ينبغي، نود أن نستمع لرأي الخبراء، نود أن نتعلم منهم، لأن أيضاً هذه المهمة لا نرى مهمتنا تقوم في هذا الجانب التشريعي إلا بالتفاعل مع مثل هذه المبادرات التي تأتي من المجتمع المدني، التي تأتي من الرجال والنساء القائمين على الجانب الاقتصادي والمالي في بلدنا. ولكن عندما نتحدث عن التمويل الإسلامي ربما قد تساعدنا بعض الأرقام لنفهم ما هو التحدي في هذا أو ما هي أهمية هذا القطاع. عندما نظرت للأرقام وجدت أن حجم أصول التمويل الإسلامي في نهاية سنة 2011 يرتفع يفوق 1,000 مليار دولار، وهو لعمري يعني مسألة هامة وحجم هام، وأن هذه الأصول تطورت بمعدل 21.4% مقارنة بسنة 2010. إذن وكمواكبة لتطور التمويل الإسلامي في العالم، ألاحظ أنه من 2007 ما فتئ هذا القطاع نموه أو معدل نموه يتكون من رقمين من خانتين، يعني هذا حقيقة معدل نمو مهم ياسر، مهم جدا ويجلب انتباهنا. ونحن نبي تونس الجديدة أن يكون بمثل هذا التمويل مكانة في اقتصادنا. ثم أشارت أيضا الدراسات إلى أن معدل النمو السنوي المركب للمؤسسات المالية الإسلامية وصل إلى 44% خلال السنوات الخمس الماضية، وقد يصل حجم المصرفية الإسلامية إلى 2,000 مليار دولار بنهاية 2013. إذن كل هذه الأفاق، أفاق النمو لهذا القطاع تشجعنا بأن نفتح بلادنا له. هناك أرقام أخرى أيضا لها أهميتها ولها معناها، وهو أن حجم الاستثمارات في إطار المالية الإسلامية لسنة 2011 يوازي قرابة 70 مرة ميزانية تونس لسنة 2012، ويوازي أيضا
37 مرة مجموع القروض المسندة من الجهاز المالي للاقتصاد التونسي، والتي يبلغ حجمها 43,055 مليون دينار بنهاية سنة 2010. هذه أرقام قد يؤكدها ويشرحها لكم الخبراء والأخصائيين، لكن بالنسبة لي أنا، بالنسبة لي أنا كمشاركة يعني في كعضو في المجلس التأسيسي، إذا ممن لهم كلمتهم في سياق السياسة، من لهم كلمتهم في إعطاء التوجه أيضا للاقتصاد ولمختلف القطاعات، بالنسبة لهذه أرقام مهمة جدا، ويجب أن نفهمها، أن نفهم ما هي قيمتها وكيف توجه قراراتنا. إذا نظرنا إلى هذه الأرقام والإحصاءات، نستطيع أن نقول أنه لو استقر جزء صغير، لنقل أقل حتى من 1% فقط من أصول التمويل الإسلامي بتونس، فهذا من شأنه أن يضاعف مجموع الناتج الصافي للاستغلال البنكي للجهاز المصرفي التونسي. إذن علينا أن نعمل على استقطاب هذه الأصول، لأن اقتصادنا في حاجة إليها، ولأنها فاعل وعامل من عوامل تحفيز الاقتصاد. ولكن ما حالة التمويل الإسلامي في تونس؟ السيد كاتب الدولة أعطانا صورة عن ذلك، ولكن في الحقيقة أنا أرى أنه على هذا المستوى لا يزال نصيب التمويل الإسلامي في تونس، وهو كما قال لنا السيد كاتب الدولة 2.2% من مجموع أصول البنوك التونسية ضعيف، ما زال ضعيف، وعلينا أن ننميه، وبمبادراتكم أنتم وبمثل هذه اللقاءات التي تكون إطاراتنا، التي تكون خبراءنا والناس الفاعلين في المجال المالي والاقتصادي، نستطيع أن نطور نصيب التمويل الإسلامي في تونس. ثم لا ننسى أننا علينا أن نعبر موارد كبيرة لتحفيز الاقتصاد التونسي. فإذا ما تحدثنا عن تعبئة الموارد الكبيرة، من الضروري أن نتحدث عن التنويع في مصادر التمويل. لذلك إن اعتماد المنتوجات ومنتجات المؤسسات المالية الإسلامية هو يدخل في باب في مجال التنويع، ولا نستطيع أن نقبل أو أن نقول كفى. في تونس هناك من يقول تقريبا 3 بنوك إسلامية، هي بنك البركة وبنك النور وبنك الزيتونة، ولكن لا ننسى بنك البركة وبنك النور هي ما زالت بنوك غير مقيمة، وحسب أيضا ما اطلعت عليه قد يكون في القريب العاجل يصبح بنك البركة بنك مقيم، وهذا أيضا من العوامل ومن الحوافز التي ستعطي دفعا للتمويل الإسلامي في تونس. ومن الضروري أن نوابكم في المجلس الوطني التأسيسي يفهمون هذه التحديات ويفهمون أهمية هذا التمويل، ليكونوا يعني عندما يأتي وقت اتخاذ القرار يكون عندهم المعلومة المفيدة. لذلك ما ننتظره من مثل هذا اللقاء، ننتظر من مثل هذا اللقاء أن يكون تواصل مع نواب المجلس الوطني التأسيسي، وأن تكون مدنا بالمعلومة وبالمقترح، بل بما لا بمشروع القانون، لأن هنا يقع تكامل بين ما تقومون به وما يقوم به المجلس الوطني التأسيسي. وهنا أأتي إلى مهمتنا التشريعية، والتي تواكب تطور قطاع المالية الإسلامية في تونس. نحن قمنا بمقتضى القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 21 ديسمبر 2011 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2012 بإرساء نظام جدائي لآليات التمويل الإسلامي، ليست لكل الآليات ولكن للمرابحة والإجارة والاستصناع وبيع السلم، ولكن هناك العديد من الآليات الأخرى التي يجب أيضا أن نوجد لها إطارا تشريعيا جبائي. وأنا كمختصة مرة أخرى في الترجمة لهذا الروع، وكنت مع الدكتور محمد النوري كيف أدخلت فرنسا مثل هذه
التشريعات وتحويل التشريعات الجبائي لتعطي إطار قانوني ولتفتح الباب للتمويل الإسلامي، فكيف تفتح أو كيف بلدان يعني مثل فرنسا تعطي إطارا تشريعيا جبائيا للتمويل الإسلامي ولا تكون تونس، تونس الثورة، تونس التي تريد أن تتصالح مع هويتها والتي تريد حقا تنمية اقتصادية عادلة وشاملة لكل فئات المجتمع التونسي ألا تكون أيضا سباقة مثل هذه التشريعات. ثم أيضا بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 قمنا أيضا بالتطبيق الرجعي لأحكام الفصول من 28 إلى 35 من قانون المالية الأصلي والمتعلق بإرساء النظام الجبائي لعمليات التمويل الإسلامي. هذه المبادرة هي لبنة أولى وهي لبنة هامة في اتجاه استكمال الإطار القانوني والجبائي للمالية الإسلامية بما يمكن أن يساعد من جذب الاستثمارات والمؤسسات المالية الإسلامية المالية الجادة لتونس والمساهمة في تركيز المقومات الضرورية التي تجعل من بلدنا، وهذا أيضا قيل منها، مركزا إقليميا للمالية الإسلامية. لكي يتم هذا يجب أن نستفيد من التجارب السابقة في هذا المجال. لذلك أنا أثمن ما تقوم به الجمعيات مثل التي أحدثت في هذا الغرض مثل الجمعية التونسية للمالية الإسلامية التي أحدثت في العام الماضي والجمعية التونسية للاقتصاد الإسلامي التي أحدثت أيضا في أكتوبر الماضي. أثمن أيضا الدعوة التي وجهت من طرف الأخصائيين للسيد وزير التعليم العالي لإحداث ماجستير متخصص في المالية الإسلامية، وأثمن جدا إحداث المجلس الوطني التونسي للمالية الإسلامية والذي وإن لم أكن عضو فيه فإني أحس أنني مواكبة له لأني واكبت لكوفيس أخوه في فرنسا، ولأني أرى أن هذه المؤسسة ستساهم في تطوير الصناعة المالية الإسلامية في تونس وفي تطوير منتجاتها في السوق المحلية والإقليمية، وستساعد في البحث عن سبل الاستفادة منها لدعم الاقتصاد الوطني. وما هو حقيقة هام جدا إن مثل هذه المؤسسة ستساعد على إرساء مرجعية علمية وفنية وشرعية لكل ما يتعلق بمجال التمويل والاستثمار والخدمات المالية الصيرفية الإسلامية، وهذا مهم جدا. يجب أن يكون هناك جانب تكوين، يجب أن تكون هناك مرجعية واضحة، وأنا يعني أدعو الأخصائيين في هذا المجال في تونس أن يتميزوا. هناك تجارب كثيرة ولكن نريد تجربة تونسية متميزة في هذا المجال. وما أود أيضا أن أراه أيضا من المجلس الوطني التونسي في المالية الإسلامية هو تنظيم دورات تدريبية وكذلك لما إسناد شهادات مهنية وتأهيل الخبرات والكفاءات في مجال المالية الإسلامية. هذه الندوة العلمية هي أول الغيث، ولكن إن شاء الله أن يكون الغيث في هذا المجال في المالية الإسلامية غيثا نافعا كما كان الغيث في تونس هذه السنة. لذلك أنا أثمن يعني الدور الذي تقومون به، وإن شاء الله يوفقكم الله إلى مزيد من النجاحات. وفعلا موضوع هذه الندوة مهم جدا، أي كيف لنحقق هذه الأهداف، كيف نستأنس، كيف نطلع على كل التجارب والتطبيقات للبلدان التي نجحت في إرساء دعائم المالية الإسلامية وحتى التي لم تنجح تماما، لأن يجب علينا الاطلاع على كل التجارب حتى نقارن، حتى أيضا نحدد مواطن الإيجابية والسلبية وسبل ملاءمة كل هذه التجارب، كل هذه المنتجات أو آليات التمويل الإسلامي مع الوضع المحلي لبلدنا، وهكذا نتجنب تكرار الأخطاء، نستفد من التجارب المثلى ونستفد من النجاحات حتى تكون تجربتنا عندها كل عوامل النجاح إن شاء الله.
أنا آمل بل أنا أثق أن عملكم اليوم سيكون فيه استفادة كبرى، سيكون فيه أيضا تبادل تجارب مهمة. كم كنت أود أن أقضي معكم كامل اليوم لتحصل الاستفادة أنا أيضا، ولكن في المجلس الوطني التأسيسي لي أيضا مسؤوليات علي أن أباشرها. فما أود أن أقول لكم في الختام هي يوم عمل موفق. ما أود أن أقوله للمجلس التونسي للمالية الإسلامية، مسيرة موفقة إن شاء الله بدأت على بركة الله، وما أود أن أراه هو مساهمة فعالة، مساهمة إيجابية تعطي مثلا في تونس في النجاح في التقاء المبادئ الأخلاقية، البدائل الحقيقية لتمويل إسلامي، لتمويل يساهم في التنمية، يساهم في تحفيز الاقتصاد، ولكنه يضع أيضا الإنسان في قلب المشروع، يضع العدالة في قلب المشروع، ولا يضع المال والتبادل المالي. أرجو أن تكون تجربة المالية في تونس في انطلاقها نموذجا أيضا، كما ستكون إن شاء الله التجربة الديمقراطية في انطلاقها وفي تطورها بإذن الله أيضا نموذج في تونس. بارك الله فيكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سيدة محزية العبيدي النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي. شكرا لجميع الضيوف وجميع الحضور. سندعوكم إلى راحة ب15 دقيقة، نستهل بعدها إن شاء الله الجلسة الأولى مع الدكتور عبد السلام.